إن التحالف حماية الطفل في العمل الإنساني هو شبكة عالمية مشتركة بين الوكالات مهمتها تعزيز حماية الأطفال ورفاههم في الأطر الإنسانية. يشكل هذا الفيديو جزءاً من سلسلة فيديوهات تستعرض المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني أو المعايير الدنيا لحماية الطفل. كجزء من شراكة المعايير الإنسانية، تعتبر هذه المجموعة المؤلفة من 10 مبادئ و28 معياراً، والإرشادات المرافقة لها أساسية لجميع العاملين في المجال الإنساني، فهي تساعدنا على القيام بواجباتنا تجاه الأطفال. في هذا الفيديو نستعرض الركيزة 4، معايير للعمل في جميع القطاعات. يواجه ملايين الأطفال أزمات إنسانية تزداد تعقيداً مع الوقت، وتتطلب مساعدتهم على التأقلم والتعافي مجموعة واسعة من عناصر الدعم، بما في ذلك تدخلات حماية الطفل المتخصصة. ولكن ما من قطاع واحد يملك بمفرده كل المعارف والمهارات والموارد ليقوم بشكل كامل بوقاية الأطفال من المخاطر والاستجابة لحقهم في أن يكونوا محميين من العنف والإساءة والاستغلال والإهمال وتعزيز رفاههم. إن الأطفال بشر متكاملون وليسوا قطاعات، فهم لا يقسمون حياتهم إلى قطاعات. وعلى هذا الأساس نحن نعرف أننا إذا حاولنا مساعدة أشخاص متأثرين بالأزمة الإنسانية، لا سيما الأطفال، فيجب أن نفكر على نحو شامل. من خلال اعتماد نهج شامل ومتعدد القطاعات، يمكننا أن نحقق مسؤوليتنا الجماعية لضمان مركزية الحماية، ويمكننا كذلك أن نبني برامج أقوى وأكثر فاعلية من شأنها تحسين النتائج لجميع الأطفال. بسبب الترابط بين احتياجات الأطفال، إن جميع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني لديها مسؤولية ودور تقوم به في المساهمة في حماية الأطفال المتضررين، وكذلك مقدم الرعاية والمجتمع المحلي. للمساعدة على تحقيق ذلك، تم وضع الركيزة 4 من المعايير الدنيا لحماية الطفل لتوفير معايير وإرشادات حول العمل في جميع القطاعات من أجل الوقاية من والاستجابة لمخاطر الحماية التي يواجهها الأطفال. إن الركيزة 4 من المعايير الدنيا لحماية الطفل هي ركيزة مهمة جداً، فإذا لم نفكر في جميع القطاعات ولم نتوصل إلى إيجاد تكامل وشمولية في عملنا، فعلى الأرجح أننا لا نفعل ما بوسعنا القيام به، بل قد يجعلنا ذلك نقوم أحياناً ببعض الأمور بشكل خاطئ، فيكون لها تأثير سلبي على الأشخاص الذين نحاول مساعدتهم. إذا قمنا عن قصد بتلبية احتياجات الحماية لدى الأطفال من خلال نهج متعدد القطاعات، يمكننا أن نستخدم نقاط قوة كل قطاع للمساعدة في ضمان النتائج الإيجابية للأطفال والاستخدام الأكثر فعالية للموارد والحلول الشاملة التي من المرجح أكثر أن تلبي احتياجات الأطفال والمجتمعات المحلية. لضمان ذهاب هذا الطفل إلى المدرسة وكذلك حصوله على طعام يأكله، طعام مغذ يدعمه أيضاً في نموه وتطوره، يجب أن نعمل معاً، وعملنا معاً يعني أننا سوف نحسن نتائج القطاعات الأخرى. في حال استطعنا أن نجمع بين حماية الطفل وعمل القطاعات الأخرى وأن نجد بعض التكامل والتنسيق، يمكن أن يكون الفرق الذي نحدثه كبير، فهذا سوف يؤدي بالتأكيد إلى استخدام أكثر فعالية للموارد، وسيساعدنا على الأرجح في تفادي إلحاق أي أذى عن غير قصد. ونحن نأمل أن يكون لهذا في الواقع تأثير أكبر، تأثير إيجابي على صعيد عمل حماية الطفل، وأيضاً على صعيد أي قطاع آخر معني بالموضوع. يمكن أن يتخذ العمل معاً أشكالاً مختلفة بحسب السياق، وتتضمن هذه الأشكال تعميم حماية الأطفال ووضع البرامج المشتركة ووضع البرامج المتكاملة. يحصل التعميم عندما يدمج قطاع محدد مبادئ حماية الطفل في عمله، ويعزز إمكانية وصول الأطفال المجدية وسلامتهم وكرامتهم. على سبيل المثال، عندما تأخذ برامج المياه والصرف الصحي والنظافة في الاعتبار عمر الأطفال ونوعهم الاجتماعي وإمكانياتهم الجسدية،
في تصميم مرافق المياه والنظافة وتعزيز إدارة النظافة الصحية في فترة الدورة الشهرية تكون حينها قد طبقت التعميم. وهذا مثال واحد عن وضع الأطفال في صميم استجابة القطاع وأخذ احتياجاتهم في الاعتبار خلال جميع مراحل دورة البرنامج. أما المثال الآخر عن التعميم فهو إنشاء آليات تغذية راجعة ملائمة للعمر لتشكيل عملنا مثل تنظيم الإدارة في مخيم ما. إذا تمكنا من تحقيق تنسيق جيد بين القطاعات المختلفة فسيسمح لنا ذلك بتوفير استجابة أكثر شمولية، حيث يمكن الاستماع إلى مخاوف الأطفال ومن ثم إدماجها في نوع العمل الذي سنوفره. لذا على سبيل المثال بالنسبة إلى إدارة المخيمات يمثل هذا أحد أنشطتنا، لكننا نحاول خلق هيكليات إدارة على مستوى المخيم أو حتى على مستوى المواقع غير الرسمية حيث يتم تمثيل جميع الأعضاء في المخيمات. أما وضع البرامج المشتركة فيسمح لكل قطاع بأن يحافظ على أهدافه الخاصة وفي الوقت نفسه بأن يخطط ويطبق بشكل مشترك بعض أوجه برامجه. على سبيل المثال قد يقوم الموظفون في مجالات حماية الطفل والصحة وإدارة المخيمات بالعمل معاً بهدف وضع إجراءات العمل القياسية لتحديد الأطفال المعرضين للخطر وإحالتهم ووضع الاستجابات المخطط لها لكل إحالة من تلك الإحالات. وإن تفشي الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا COVID-19 يطرح تحديات كثيرة تتطلب نهجاً لوضع البرامج المشتركة. كان لدينا فتاة تعيش في مخيم للنازحين وتم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا COVID-19 في حين أن أفراد العائلة الآخرين لم يصابوا به، فكانت النتيجة أننا تنبهنا إلى تفعيل إجراءات العمل المعيارية الخاصة بنا، والإجراء الذي اتبعناه هو أن سمحنا بأن يكون هناك شخص يرافق الفتاة طوال فترة الإجراء حتى تتعافى برفقة فرد آخر من عائلتها. وأخيراً يبدأ وضع البرامج المتكاملة انطلاقاً من فهم مشترك وشامل لرفاه الطفل، ويتضمن تخطيطاً جماعياً يستند إلى نقاط قوة كل قطاع وموارده. خلال الأزمة الإنسانية فقد يكون بعض الأشخاص الأكثر قابلية للتعرض للأذى هم من الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم أو الأطفال المعرضين لخطر التجنيد من قبل القوات والجماعات المسلحة. وانطلاقاً من أهدافنا الإنسانية المشتركة يمكن لبرنامج متكامل أن يدمج بين تدخلات تقديم المساعدات النقدية ودعم سبل كسب الرزق والتعليم وتقوية العائلة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذه المخاطر بشكل فعال. ففي فنزويلا مثلاً استخدمت الوكالات الإنسانية نهج وضع البرامج المتكاملة لتحقيق النتائج الجماعية والإيجابية بالنسبة إلى الأطفال، فقد عملت عن قصد عبر جميع القطاعات لوضع التقييم المشترك وتحديد الأهداف والتخطيط وتنفيذ البرامج والرصد. إن الفنزويليين الذين أتوا إلى كولومبيا أو الكولومبيين الذين عادوا من فنزويلا بعد أن عاشوا هناك لسنوات طويلة كانوا يستقرون غالباً في مناطق محيطة بالمدن، وهي مناطق فقيرة ليس فيها الكثير من الخدمات وكان فيها حتماً الكثير من العنف والمخاطر المتعلقة بالحماية أيضاً. على سبيل المثال في المناطق المحيطة بكوكوتا وهي مدينة العبور الرئيسية إلى كولومبيا بالنسبة للفنزويليين، كما نعمل على إدماج برنامجنا لدعم سبل كسب الرزق مع عملنا لحماية الطفل، وقد حرصنا على أن يكون لعمل حماية الطفل تأثير على الكثير من الأطفال في المجتمع المحلي. سواء كنا نقوم بالتعميم أو بوضع البرامج المشتركة أو بالاستجابة المتكاملة فإن واجبنا في حماية الأطفال يكمن في صميم كل الأعمال الإنسانية. وقد بيّنت لنا البراهين
أن جعل الاستجابات تتمحور حول حق الأطفال في الحماية منذ بداية أي أزمة إنسانية يمكن أن يجعل عمل كل قطاع أكثر فعالية، مما يحسن جودة البرامج ونطاقها ويجعلها أكثر فاعلية نسبة إلى تكاليفها. وهذا استثمار محوري في الصحة والرفاه المستقبليين للمجتمعات الهشة والمتأثرة بالنزاعات. ومع أن كل قطاع قد يستخدم لغة مختلفة للتحدث عما نحاول تحقيقه، فإن البدء بالحوار واستخدام المعايير الدنيا لحماية الطفل مع المعايير الأخرى الخاصة بكل قطاع يمكن أن يساعدنا في تحديد من أين نبدأ العمل. كي يتمكن الأطفال من الذهاب إلى المدرسة يحتاجون إلى التعلم في بيئة آمنة، ويحتاجون إلى التمكن من الوصول إلى المدرسة والحصول على التدريس أو التعليم الذي يريدونه. فإذا واجهوا المخاطر على سبيل المثال في طريقهم إلى المدرسة، مثل مخاطر الألغام الأرضية أو مخاطر تعرضهم للاختطاف على طريق المدرسة، فلن يتمكنوا من تلقي الخدمات ولن يتمكنوا حتى من الوصول إلى المدرسة. بالتالي من المهم أن يعمل قطاع التعليم وقطاع حماية الطفل معاً في كثير من الأحيان. بصفتنا منظمات محلية أو وكالات دولية، إن تقوية طرق عملنا في جميع القطاعات واستخدام أدوات من مثل المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني يمكن أن يساعدنا في بناء عالم أكثر أماناً لجميع الأطفال. من المهم جداً أن ندخل مفهوم الدمج هذا في عملنا، وأنا أشجعكم فعلاً على أن تفعلوا ذلك. يتطلب الدمج والتكامل القليل من التفكير والقليل من الوقت وربما القليل من القراءة، ولكن في النهاية سنحصل حقاً على نتيجة أفضل من النتيجة التي سنحصل عليها لو عملنا كل على حدة. إن حماية الأطفال تكمن في صميم العمل الإنساني.